مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. دقيق 300 غرام، سكر 30 غرام، ملح 5 غرام، خميرة 5 غرام. خلط المكونات حتى تنسجم. اللي ما عنده ميزان أنا حوضع بديل للميزان بالكوب بعد قليل. حليب سائل حرارة الغرفة أو دافئ قليل 150 غرام، بيضة واحدة حرارة الغرفة، زبدة زائبة 50 غرام، ممكن على الميكرويف 10 ثواني، نوضعها في الميكرويف 10 ثواني أو 15 ثانية أو على المقود قليل حتى تسيح أو بحرارة الغرفة. نعجن 10 دقائق حتى تنسجم العجنة جيد. هذا الخبز التركي هو كثير بسيط وسهل، أهم شيء تطبقه كل الخطوات جيد. نتركها ترتاح 15 دقيقة. هذا هو بديل للميزان، اللي ما عنده ميزان هو بالكوب، عيار بالكوب. هذا الحليب وهذا كل أنواع الزيوت وهذا السكر الخشن وهذا الدقيق وهذا الزبدة والخميرة. الكوب نفس الكوب، الاثنين البلاستيك والكوب الأحمر الماك نفس الشيء، نفس الحجم. هيك بعد ما ارتاحت 15 دقيقة وضعها على الصينية. طبعا ندهن الصينية بالزبدة أو بالزيت نباتي، أي نوع دهون موجود متوفر عندكم، أو ورق زبدة إذا متوفر. قليل من المية ودقيق، رشة دقيق خفيف جدا مع المية، دقيق أو نشا مع المية. نعمل الخطوط دائرة أفقي والعرض. نوضع السمسم قليل من حب البركة، الحبة السوداء حسب، ممكن نوضع كله سمسم أو كله حبة السوداء. نغطيها خليها ترتاح تقريبا 30 دقيقة، نص ساعة. بعد ما ترتاح نص ساعة بنعمل الحزوز مرة تانية على أساس إنه تكون عميقة. بنحمي الفرن مسبقا وبندخلها الفرن حرارة أعلى شيء من فوق ومن تحت. الرف الوسطاني تقريبا هي أخذت شي 7 دقائق أو حسب نوع الفرن حتى تنضج. وهذه مثل ما انتم شايفين هي كتير كتير لذيذة وإسفنجية. صحة وألف عافية ورمضان كريم، كل عام وانتم بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كتير لكم، مع السلامة.